فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان المسجد ممتلئا ولا يوجد مكان إلا عن يسار الإمام، إذا كان المسجد ممتلئا ولا يوجد مكان إلا عن يسار الإمام، فهل تجوز الصلاة عن يساره؟ لأنه ما هو يمينه، ما هو فارغ وراه صف، لا يجوز هذا، لأنه يمينه مشغول، ما فيه، ما هو فارغ. نعم. ولا عن يساره مع خلو يمينه، أما إذا كان يمينه فيه ناس سواء إلى جنبه أو كانوا خلفه لا بأس. نعم.